قوي في الجاف سيوح ديما فريق كبير وفي الملعب نتاعو دونك سي ان ديبلاسمون تري ديفيسيل ماهوش ديبلاسمون سهل. القوة استمدناها كما نقولوا من معناها من روح المجموعة، شفنا اللاعبين اللي دخلوا عملوا الفارق، هذاك هو المهم بالنسبة لي نحن، انه راهو مشكل 11 اللي بداوا، فما من اللاعبين تبدا مباراة وثم من اللاعبين تكمل. روح المجموعة هي اللي عملت الفارق الحمد لله، انه حتى كي قبلنا هدف التعادل ما الفريق ما تأثرش، قادم مركز وجاتنا الفرص بسجلنا، وهذاك هو المهم. ديبلاسمون صعيب برشا وانتصار مهم، نحن في ثاني مباراة لينا فريق بطبيعة الحال الحاجة الباهية نوصل البلان تكتيك واقفين كما يلزم، الابليكاسيون كيف كيف قاعدين نطبقوا. اليوم كان سلاحنا واضح سيرتو بعد ما سجلنا في اول شوط الاول، عملنا لي ترانزيسيون تري رابيد، معناها اول ما نفكوا الكره ممكن تتم بلمسه ولا اثنين، لي زاتاكون تاعنا خرجوا برشا مرات تيتاتيت مع الحارس، اختيار نتصور انه تكتيكي ناجح وعمل الفارق. والحمد لله في الاخر المدرب يخدم بيان سير، وليزاكتور هما اللي يطبقوا كيما فرق تونس الكل. نتصور انه قاعدين نتبعوا في المنافسين نتاعنا، قاعدين نتفرجوا فيهم. لاحظنا هذايا في مباراه الاولى اللي لعبوها، يعني مش ضعف محور الدفاع لكن تم شويه بطء عادي جدا مع ليزاتاكون اللي عندنا يمتازوا بالسرعه. نتصور انه هذا هو كان سلاحنا ونجحنا فيه. ما نقولش كيما قلت لك الشوط الاول جاو زوج فرص الدي بي ما كانش موفق، الشوط الثاني جاو الفرص لاشرف الجبري سجل. كيما قلت لك اهم حاجه تحسب الفريق نتاعنا انه الملاعبيه اللي دخلوا كملوا اللي قاموا به، الملاعبيه اللي بداوا هذيك اهم حاجه، وهذيك هي روح المجموعه اللي باش تعمل الفارق ان شاء الله في الموسم الجاي.